بعد شوط أول هادئ وجو ممطر، تعادل سلبي بين النادي الأهلي والبنك الأهلي بدون أهداف. هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن أحداث الشوط الأول مع نجومنا الكبار. أرجوكم انتظرونا. نرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تعادل سلبي الشوط الأول، تقييم سريع للشوط الأول فنيا، وخصوصا بعد ما خسرنا مبكرا تغيير بإصابة أوليسيما. إصابة وليد سليمان احنا اتكلمنا فيها، يمكن كابتن علاء نوه قبل البتاع ان هو مش هيبتدي المباراة لانه حس بالخلفية في رجله. المجازفة بالموضوع ده طبعا بتغيرك يعني شكل هجومي من الاول، عدم ارتياحية في اداء وليد، الاحساس بالإصابة، يعني تعطيل ما كانش ليه اي لازمة الحقيقة. الاستحواذ مش معناه انك انت كنت اخطر او لا، هو استحواذ الحقيقة بما فيش اي حاجة تهديد. حاسس ان كله في النهارده سمه التصويبات، الملعب كله مطر، فيه هواء، في حاجه كده، انت بتحاول تستغل كل ده، ولكن يعني ما فيش توفيق ومش بدقه. نتمنى ان يكون الشوط الثاني كالعاده هو الشوط المغير للاحداث والاهداف يعني. باذن الله ان شاء الله. كابتن علاء، شفت الشوط الاول ازاي؟ للاسف كالعاده من 45 دقيقه ضاعت من غير هجمات حقيقيه زي ما شفنا، وكلنا الحمد لله اتفقنا في الاستوديو على طريقه لعب البنك الاهلي، وفعلا بيلعب كده، بيلعب بثلاثة مساكين وبيلعب باثنين راس حربة اللي هو فادي واحمد، ودايما بيعتمد على الكرة الطويلة لو موجودة، لكن انت استحواذك عالي جدا زي ما قال كابتن شريف، بس استحواذ مش يعني سلبي شوية، ما فيهوش إيجابية. لأن مجمل الشوط الأول ما فيش كرة خطر يا إما تقول هدف، صح. لأن الهجمات فيها شوية يعني في شوية من تحس إن تسرع شوية، كور طويلة حاسس إن هي طويلة ملهاش يعني ملهاش فايدة، اللي هي من الخلف الأمام دي متشافة وأي حد ممكن يلعبها. يمكن تغييره وليد ما اعرفش، يعني يمكن رايي اول ما وليد اشتكى كان لازم على طول يلعب بواليا، مش عشان حاجه، لكن ليه بقى فيها مخاطره، فيها ريسك شويه ان وليد ممكن لا قدر ممكن في اي ثانيه يتصاب. يبقى انت خلاص وليد كان ريح، وبواليا كان خد المباراه من الاول، كانت حتى برده كان ثقه احسن وكان بدا، لكن خلاص هي وجهه نظر مستر موسيماني. اعتقد الشوط الثاني التفكير هيختلف كالعاده، ضغط هجوم قدام من الامام، ودايما هيدور على الهدف الاول وبسرعه ان شاء الله. كابتن اسامة، زي ما كابتن علاء بيقول، مستر موسيماني يتعامل من بدايه الشوط الثاني ازاي مع دفاعات الانتاج البنك الاهلي؟ هو الحاجه الكويسه النهارده في اصرار من البدايه على المكسب، يمكن غير مواتشات تانية كنا بنبتديها هادي قوي، ولكن فيها استعجال شويه. فانا اعتقد انه هيتكلم معاهم على موضوع انه لازم نهدى شويه في الكره قبل الاخيره، الكره الاخيره في استعجال من لعيبه الاهلي. واضح ما فيش خطوره خالص للبنك الاهلي، ومتكتلين خالص في الثلث الاخير، حتى احمد علي وفادي وباسيوني ما تحسش ان في خطوره كبيره يعني لغايه دلوقتي. بس انا اعتقد هو هيستمر على كده عشان ياخر الوقت الاخر وقت، وبعدين يجازف. ممكن يعمل تغييرات مبكره من بدايه الشوط الثاني. هو في تغيير طبعا تم اللي هو بتاع بواليا ووليد، وانا متفق مع علاء تماما ان وليد سليمان طالما حس بشك في رجله انه فيها شك يعني يطلع لازم يقعد، لانه ما تطولش مع الاصابه. لكن ما اعتقدش انه هيغير في بدايه الشوط، ممكن بعد شويه، لانه هو غير بواليا اوريدي في بعد 30 دقيقه. كابتن عادل، هيستمر محمد يوسف على نفس الاسلوب، وايه اللي هيعمله مستر موسيماني؟ هل هيضغط زي ما عمل الشوط الثاني الماتش اللي فات، ولا الاجواء هتاثر شويه على فرقه هو مجيزة؟ احنا ضاغطين من اول المباراه، ولكن الضغط كان في حته تكتل من فرقه البنك، لكن الحته بتاعت وليد سليمان عملت فجوه شويه في الشوط الاولاني، بمعنى ان وليد سليمان انا في رايي ان هو اللي اخطا، كان لازم ما يلعبش المباراه، لانه الافضل انه يريح اكتر يعني. والحاجه الثانيه المهمه انك انت الضغط اللي هيبقى الشوط الثاني عليك في كل مباراه في كل كده كتير يعني، انا افتكر انه احنا لازم نفكر في الامر ده، لازم التهديف في الاول في الشوط الاولاني. في تغييرات مبكره الشوط الثاني اكيد لازم هيغير، ولكن مش من البدايه، ممكن لو غير من البدايه هيغير ايه عندك انت الفراوده، هينزل واحد تاني محمد شريف، هو التغيير الهجومي اللي موجود. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث الشوط الثاني. ارجوكم انتظرونا.